السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي آخر المجلس الماضي تكلمنا على القاعدة الثانية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وضاق الوقت علينا وأشرنا إلى أدلتها وشيء من أحكامها، ونكمل في هذا المجلس ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل شيء نابه تعسير، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة، وقد دل عليها القرآن والسنة والإجماع. وأذكر مجموعة من المسائل فيما يتعلق بهذه القاعدة. الأمر الأول أن العبادات الأصل أنها مبنية على التيسير، مبنية على التيسير. ولذلك لو تأملنا في أركان الإسلام مثلا نجد بأن الصلاة فرضها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي خمسين بالفعل، 5 صلوات في اليوم والليل. ولو جمعنا هذه الصلوات من حيث الوقت لما تجاوزت الساعة. يعني الصلوات الخمس المفروضة لو أننا جمعناها من حيث الوقت لما تجاوزت الساعة. وإذا جئنا إلى الزكاة نجد بأن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في 4 أصناف، وفيها ربع العشر، وهو شيء يسير في مقابل هذه النعم. وفيها أيضا التزكية للمال، وتزكية للمزكي، وتزكية للفقراء. والصيام لا يجب في العام إلا في شهر رمضان فقط، لا يجب إلا في شهر رمضان، صيام شهر رمضان المبارك. والحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، فانظر إلى هذا التيسير العظيم لهذه الشريعة. ولهذا قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قل جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمح. المسألة الثانية أن دين الإسلام جاء بنفي الآثار والأغلال التي كانت موجودة على من سبقنا، ولهذا لا يوجد في شريعة الإسلام آثار ولا أغلال. ولهذا قال جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ولهذه الأمة مرحومة، أمة الوسط والاعتدال، ولله الحمد والمنة. فليس في شريعة الإسلام آثار وأغلال وتشديدات. المسألة الثالثة، المتأمل في هذه القاعدة العظيمة يجد بأن الشريعة الإسلامية جاءت بإباحة ما كان يشق على الناس منعه، خاصة في مسائل المعاملات. ولهذا عندنا جواز السلم وجواز المزارعة والمساقاة، مع أن هذه كما يقول جمهور العلماء على خلاف الأصل، وإن كان شمس الدين ابن القيم يرى بأنها على وفق، يقول على خلاف القياس، وإن كان شمس الدين ابن القيم يقول بأنها على وفق القياس الصحيح، ليس القياس المقصود فيه قياس فرع على أصل بعلة، لا، المقصود الأصل العام. لهذا الذي يتأمل في هذه الشريعة وجدت بأن راعت أحكام المكلفين وراعت احتياجات الناس، ففتحت مثل هذه الأشياء. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالرخص
التي هي في مقابل العزيمة أو العزائم. الأصل العزائم، والرخص هذه مستثناة. لهذا العلماء يبحثون قاعدة المشقة تجلب التيسير بهذا الاعتبار فيما يتعلق بمسألة الرخص في مقابل العزيمة، في مقابل العزيمة، الرخصة في مقابل العزيمة أو الرخص في مقابل العزائم. ولهذا يخلصون إلى أن العبادات، عفوا، يخلصون إلى أن المشاق هذه، المشقة تجلب التيسير، على قسمين. القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة، وهي من الأمور التي اعتادها الناس، هذه لا يقال بأن المكلف يترك العبادة لوجود هذه المشقة المحتملة، مثل مشقة ماذا؟ الوضوء والغسل، ومشقة الذهاب إلى المسجد والعودة من المسجد، ومشقة الصيام، ومشقة السفر إلى مكة للحج، واضح؟ مشقة طلب العلم، هذا كلها مشاق محتملة. فإذا ما تكلمنا على الواجبات هي لأركان الإسلام، نجد بأن هذه مشاق محتملة بمقدور البشر احتمال هذه المشاق. والنوع الثاني مشاق غير محتملة، وهذه لا يمكن أن تأتي بها الشريعة، يعني ليس بمقدور المكلف أن يفعل هذا الأمر، ليس بمقدور المكلف أن يفعل هذا الأمر، ولذلك الشريعة ما تأتي بها ابتداء، ما تأتي بها ابتداء، واضح؟ المشاق اللي لا تحتمل، ما يمكن للمكلف أن يأتي بها. بالنسبة للقسم الأول هي المشاق التي لا تنفك عنها العبادة، إذا تأملناها نجدها أيضا فيها تراتيب وتقاسيم، منها مثلا مشاق يعني هي عائدة إلى ذات المكلف، عائدة إلى ذات المكلف، فمنها مشاق بمقدور كل أحد، منها عبادات مشتملة على مشاق بمقدور كل أحد أن يأتي بها، وهذا الذي ذكرناه. لكن أحيانا قد تكون مشقة باعتبار الشخص، باعتبار الشخص، فمثلا صيام شهر رمضان هذا فرض على كل مسلم مكلف مقيم مستطيع، فإذا لم يستطع نقلته الشريعة، ما تأمره بأن يبقى، ما تأمره بأن يصوم وهو غير مستطيع للصيام، ولذلك قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. مسألة الغسل أو الوضوء مثلا لمن به مرض ينتقل إلى التيمم، أو في الجو البارد مثلا، وشيء من هذه التراتيب، واضح؟ ولذلك الذي يتأمل في هذه القاعدة وفي أدلته يجد بأن من أعظم القواعد التي تدل على محاسن الشريعة الإسلامية وعلى أنها لم تأتي بالآصار والأغلال وبالتشديدات، وإنما أتت باليسر، لكن على أن لا يفهم مكلف بأنه والله ما في عبادة ما فيها مشقة. طيب لماذا سميت تكاليف إذن؟ تكاليف من الكلفة والمشقة والجهد، فكل عبادة فيها مشقة، لكن المشاق محتملة، وإذا كان المكلف لا يستطيع باعتبار ذاته لكون مثلا مريض أو لبنيته الجسمانية مثلا، تنقله الشريعة إلى اليسر وإلى الفضاء الرحب من اليسر. بالنسبة لهذه القاعدة، هناك أسباب لهذا التخفيف جاءت في نصوص القرآن والسنة، أسباب التخفيف، منها مثلا أولا السفر، فالسفر سبب من أسباب التخفيف، والعلة ما هي؟ السفر وليس المشق، العلة ذات السفر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سافر الإنسان سفرا ولو كان مريحا ترخص، يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أهل العلم في مسألة المفاضلة بالنسبة للصائم، الأفضل يصوم في السفر أو يفطر، فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى
الفطر أفضل، ومنهم من يذهب إلى الصيام أفضل، ومنهم من يذهب إلى المشق، لا على أنها علة إنما شيء مؤثر. وصف واضح. إذن من أسباب التخفيف الشريعة السفر. ثانيا من أسباب التخفيف الشريعة المرض، المرض. ولذلك قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. من كان منكم مريضا أو على سفر. بالنسبة للمسافر رخصت الشريعة له جملة من العبادات، منها قصر الرباعية في الصلاة، الجمع بين الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين، منها الفطر في حال الصيام، منها المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وغيرها من الأحكام. بالنسبة للمرض أيضا هذا سواء كان في حال سفر أو في حال إقامة هو رخصة من الرخص، رخصة من الرخص. والمرض على 3 أقسام: مرض شديد لا يمكن العبادة حال وجوده، فهذا إما أن يسقط عن الإنسان، وإما أن ينتقل فيه إلى بدل، يرخص له إلى بدل. في البخاري من حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن عمران شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسير، كانت فيه بواسير. والمريض أيضا يرخص له في أشياء كثيرة. إذن هذا سبب من أسباب التخفيف. فانظر إلى الشريعة كيف لحظت هذا الأمر وخففت على المكلفين. الثالث النسيان. النسيان عارض من عوارض الأهلية، النسيان عارض من عوارض الأهلية. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ستأتي معنا قاعدة مستقلة في هذا، والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبودنا الرحمن، ستأتي معنا، ولذلك لا أحتاج أنني أقف معها طويلا. النسيان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع نمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الرابع الإكراه، وسيأتي معنا إن شاء الله بشكل موسع. والإكراه هو سلب المكلف اختياره ورضاه. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه، الإكراه على نوعين: إكراه تام، إكراه ناقص. يسمون إكراه الأول إكراه ملجئ، والثاني إكراه غير ملجئ، وهذا سنبحثه إن شاء الله في محله. كم صار عندنا؟ 4. من يعدها؟ 4 ولا 5؟ 4. لا 4. ها، السفر والمرض والنسيان والإكراه. طيب، خامسا الجهل. هذا سبب من أسباب التخفيف، الجهل. والجهل على قسمين: جهل يعذر به الجاهل، وجهل لا يعذر به، وأيضا هذا سنفصله في محله بإذن الله. الجهل، ولهذا العلماء يذكرون قاعدة مهمة: أن الحكم يتبع العلم، فمن جهل شيئا وهو معذور بجهله فلا يترتب عليه شيء من الأحكام إلا في المتلفات، إلا في المتلفات. إذا أتلف شيء ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، سيأتي معنا إن شاء الله. السادس العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى، هذا أيضا سبب من أسباب التخفيف، عموم البلوى، وسنوضح هذا بأمثلة إن شاء الله في محله. والسابع النقص الحكمي، النقص، هذا سبب من أسباب التخفيف أيضا. يعني مثلا الأرقة قديما لديهم نقص حكمي، ولذلك يقول الفقهاء: ما تجب عليهم جماعة صلاة الجماعة ولا الجمعة، طبعا هذا على قول، ولا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا يملكون، ويعني أشياء كثيرة. كذلك الطفل الصغير غير مكلف، وبقية الأشياء هذه تسمى أسباب التخفيف. طيب أنواع التخفيف، ذكر العلماء مجموعة من أنواع التخفيف تحت هذه القاعدة. أولها الإسقاط، تخفيف الإسقاط، بمعنى أن هناك عبادات تسقط عن المكلفين بسبب الأعذار، في أعذار موجودة معلومة تسقط عن المكلف. يعني مثلا الحائض تسقط عنها الصلاة، المرأة الحائض غير مكلف تسقط عنها الصلاة. المجنون كذلك لا يجب عليه التكاليف إلا في مسألة زكاة ماله
الصغير لا تجب عليه الصلوات مثلا، الصغير دون البلوغ مثلا، هذه يسمى تخفيف إسقاط، وهذا راعته الشريعة بالنسبة لأحوال المكلفين، راعته الشريعة، فتسقط عبادات عن مجموعة من المرضى، تسقط عنهم مجموعة من العبادات. إذن هذا نوع الأول، تخفيف إسقاط. ثانيا تخفيف تنقيص، تخفيف تنقيص بمعنى أن الشريعة تخفف على المكلف وتنقص عليه، تنقص عليه، مثل إيش؟ صلاة المسافر ركعتين، صلاة المسافر ركعتين، هذا تنقيص، واضح؟ وهناك أمثلة كثيرة ونماذج عديدة. الثالث تخفيف إبدال، تخفيف إبدال بمعنى أن المكلف الذي لا يستطيع العبادة ينتقل إلى البدل، مثل الذي لا يستطيع الوضوء بالماء ينتقل إلى التيمم، كذلك الذي لا يستطيع القيام في الصلاة ينتقل إلى القعود، والذي لا يستطيع القعود يصلي على جنبه أو مستلقيا، كذلك الذي لا يستطيع الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، لا يستطيع الصيام مطلقا يعني ينتقل إلى الإطعام، ينتقل، هذا يسمى تخفيف ماذا؟ إبدال، تخفيف إبدال. الرابع تخفيف تقديم، تخفيف تقديم، وعندنا أمثلة كثيرة، مثلا تقديم الصلاتين، تقديم الجمع بين الصلاتين في السفر وفي الحضر، في السفر يجمع الثانية مع الأولى، في الحضر أيضا من دون قصر في المطر الشديد مثلا، تقديم الكفارة على الحنث مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فيجوز تقديم الكفارة على الحنث على السبب. كذلك تقديم الزكاة مثلا، قد تكون هناك نازلة أو شيء أو إنسان يحتاج أنه يقدم الزكاة يجوز، والراجح من أقوال أهل العلم يجوز إلى سنتين، تقديم الزكاة إلى سنتين يعني. الخامس تخفيف تأخير، تخفيف تأخير، مثل مثل الصلوات، تأخير الصلوات، ومثل قضاء رمضان، يعني الذي يفطر في رمضان يجوز له أن يؤخر القضاء، وعلى قول أيضا يجوز تأخير الحج، هذا على قول من يذهب بأن الحج على التراخي وليس على الفورية، وهو قول مرجوح، لكن هذا مثال، هذا مثال. كذلك تأخير الكفارات مثلا، لكن هناك واجب موسع وواجب مضيق، كم صار عندنا؟ متأكدين ولا ستة؟ تعدها يا شيخ. إسقاط، أيوة أحسنت. طيب عندنا السادس تخفيف تغيير، تخفيف تغيير، وهو فيما يتعلق بصلاة الخوف، يضربون لها مثال صلاة الخوف، صلاة الخوف، ومعروفة صلاة الخوف، وفيها تقريبا خمس صفات جاءت في دواوين السنة، خمس صفات فيما يتعلق بصلاة الخوف. باقي شيء؟ ها؟ أحسنت. في تخفيف تخيير، تخيير، وهو التخيير بين بعض العبادات، بعد مثل في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يتخير بين هذه الأشياء، بين هذه الأشياء الثلاث. ولهذا نجد بأن هذه الأنواع كلها تشير إلى رعاية الشريعة لجانب التيسير على الناس، جانب التيسير على الناس، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، مهم جدا لطالب العلم أن يفهمها وأن يتقنها، لأن من لم يتقن مثل هذه القاعدة دخل في التنطع والتشدد والغلو وربما التطرف، نسأل الله العافية والسلامة، وكلما
يعني توسع طالب العلم في القراءة في هذه القاعدة وفي أمثلتها كلما لانت عريكته وفهم أحكام الدين فهما صحيحا بعيدا عن الإفراط والتفريط وعن الغلو وعن الجفاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.